قطاع الناشئين للفريق الاول دي بتبقى اعتقد حاله تانية خالص. دي فرحه تانية. احكي لنا بقى عن الفرحه التانية. يعني لا انا زي ما قلت لحضرتك برضو في البدايه، يعني انا كنت عشان زي ما كابتن بدر رجب قال لحضرتك ان انا كنت بتميز ان انا جامد شويه او تدخلاتي جامده على اللعيبه اللي ضدي او حاجه، فانا كنت بلعب في مراحل سنيه كتيره، فهي جت من بدايه كده بقى ان انا يعني انت بتلعب مع السن السنك السن مثلا كان عندي ساعتها 15 سنه، كنت بلعب 15 و16 و17 و18. الماتشات المهمه بتبقى هي دي، بس نقطه ان انا بقيت بتصاب كتير دلوقتي، ان انت بقى جسمك مستهلك طبعا. بقى عندك العضلات بقت مش مجهده، وانت في سن محتاج تغذيه كويسه عشان تبدا تقف على رجلك، فهي دي النقطه اللي الناس مش فاهماها. بس لا دي نقطه مهمه قوي. التوهيد ده كان السبب بالظبط، لان انت بعد كده بعد ما بتكبري عضلاتك بتتكون على حاجات غلط او ضغط او حاجات هي هتتأثر عليكي بعد كده. احمال عارف يا سهام هناك، يعني يمكن كنت بتكلم مع رامي في النقطه دي قبل الهوا، ان الاحمال التدريبيه بالنسبه للناشئين بتختلف كتير جدا جدا من كل مرحله لمرحله، يعني 15 سنه او طبعًا 13 سنه غير 19 غير 20. تخيلي بقى رامي بيلعب مع اولاد عندهم 13 سنه وهو مثلا عنده 13 سنه، يلعب مع 13 و15 و17، فكل دي احمال زياده ما بتظهرش في وقتها، يعني ما ظهرتش وهو بيلعب. هم قالوا لي كده فعلا، مش هتظهر دلوقتي، ظهرت دلوقتي. عندك حماس وعايز تلعب وعندك عضلات وعايز مبسوط باللعب طبعا. اي حد يتمنى انه يلعب وبيبتدي يتدرج في الاعمار السنيه فمبسوط ان هم معتمدين عليا. فقالوا لي نفس الكلام اللي حضرتك قلته يا كابتن هاني، ان هو انت مش هتحس بيه دلوقتي، هتحس بيه بعد كده، بعد ما انت فتره النمو بتاعتك تخلص هتحس بيه بعد كده. فده اللي بقى بيحصل، انا اقل مجهود بيحصل فيا بتحصل اصابه، بس دي بتاعت ربنا طبعا، الاصابه دي بتاعت ربنا. لا بس في نفس الوقت مهمة انت نقطه اتكلمت فيها بالظبط يعني ده سبب من الاسباب، مش هقول لك ان سبب الاصابه بتيجي بيور ان انا بتصاب لوحدي، لا سبب من الاسباب اللي موجود. بس ده بقى دلوقتي بتعالجه بان برده تاخد بقى بروتينات، الحاجات اللي طلعت جديده مثلا، بتبدا تريح نفسك، زي مثلا لو انت عندك فتره راحه تبتدي تاخد اجازه، ما تحاولش يعني تنزل كتير، تخرج، ما تحاولش تسوق كتير، فبتحاول على قد ما تقدر انك تريح. تقدر انك تريح بالزبط. لكن نقطه مهمه جدا وبرضه رامي عشان برضه الساده المشاهدين يعرفوا ان كمان احنا ان شاء الله عندنا ملف يا سهام بيتكلم في الجزئيه دي، ملف مهم جدا جدا. لما اتكلمت مع اداره القناة